نعود معكم لمتابعة عالم الصباح. لكل المشاهدين مثل ما قلت لكم ببداية عالم الصباح رح نحكي عن السياحة بهالصيفية، وخاصة السياح الخليجية قديه بحبوا لبنان، قديه بحبوا مناطق اللبنانية والسياحة بلبنان. وصيف 2013 بدرة خير إن شاء الله رح بتكون. رح نحكي بالموضوع مع الأستاذ خلف المانع مدير مكتب العطلات بالخطوط الجوية الكويتية. صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا بالشعب الكويتي وأهل الكويت. أهلا وسهلا. ولبنان اشتاق لكم كمان. طبعا احنا عندنا لبنان يعني تعتبر هيدي بلدنا الثاني. نعم. والخليجية عموما يعني بيحبوا بيروت، بيحبوا لبنان، بيحبوا السياحة في لبنان. طبعا حضرتك يعني كتير ملم بأمور السياحة، وحضرتك من المؤسسين الأساسيين لهلا فبراير بالكويت، كمان وجه تحية لمهرجان الكويت كلها اللي عم تتم طبعا على مدار السنة. ولكن نحن اليوم موضوعنا نحكي عودة السياح للبنان بصيف 2013. أول شيء طبعا أحب أشكر تلفزيون المستقبل اللي أعطاني الفرصة أن نتكلم عن السياحة في، وطبعا يعتبر تلفزيون المستقبل هو من التلفزيونات المشاهد بكثافة في دول الخليج خاصة في الكويت. وإحنا طبعا كخليجيين وبالذات الكويتيين يحبون لبنان ويحبون بيروت. طبعا بعد بالفترة الأخيرة بعد الهدوء اللي صار في بيروت بدت تتحسن الحجوزات وبدت ترتفع يعني الحجوزات إلى لبنان. فينا نحكي أرقام، فينا نحكي أنا مشوف يعني حنا يعني بالفترة الصيف اللي فات كان الناس متخوفة كثير من طبعا أنا يعني ودي أتكلم شوية عن الإعلام اللبناني. الإعلام اللبناني هو إعلام متميز وإعلام ينتشر في الدول العربية بسرعة. للأسف الإعلام اللبناني دائما يصور لما يعني يصير أي مشكلة صغيرة في بيروت، أي مشكلة صغيرة في أي منطقة في لبنان، يصورون شيء كبير بطريقة مضخمة بتخوف السياح. تخوف السياح. فأنت لما تروح في أي دولة في العالم، يعني أنا عشت في أوروبا كثير وعشت في أمريكا، وهذا طبيعة الحوادث هذه عادية يعني تحصل في كل بلد في العالم، بس لبنان يعني اي شيء صغير بيحصل تلقى التلفزيونات اللبنانيه. وما شاء الله الاعلام اللبناني مثل ما قلت لك اعلام متميز، اعلام منتشر، اعلام بكثافه يوصل الى هذا من خوفنا على السياح حتى يكونوا يجوا مطمنين بالهم، يمكن الاعلام اللبناني بيقولوا هالطريقه هيدي. ولكن حاليا نحن بفتره رواء مثل ما حضرتك ذكرت، ومثل ما عم نشوف انه في حجوزات كثير كبيره بالنسبه للفنادق بالنسبه للخطوط الجويه الكويتيه. اذا فينا نعرف اوكي الحمد لله. شوف احنا يعني متفائلين في صيف 2013، متفائلين تفاؤل كبير ان هالسنه راح تكون من يعني خاصة يعني شوف خليني أقول لك بالنسبة للسواح الكويتيين، السواح الكويتيين يملكون في لبنان، عندهم بيوت في الجبل ويحبون لبنان، والعلاقة بين الشعب الكويتي والشعب اللبناني علاقة متميزة من ترجع إلى من الخمسينات. صحيح. يعني أنا أتذكر جدي الله يرحمه كان يجي بيروت بالخمسينات مش من اليوم. فكثير من الأخوان أنا يعني لما أنزل شيء في تويتر ولا أكتب لبنان بيروت أو شيء، كثير من الناس اللي تسأل شلون الجو بلبنان، شلون الهدوء في لبنان، شلون. فأنا أحب أطمن المشاهدين خاصة أخواننا الخليجيين أن أنا دائما أكتبها بتويتر لبنان ترحب بكم. والشعب اللبناني متعطش أن يرجعون أخواننا الخليجيين يزورون لبنان مرة ثانية. واحنا نأكد ان الحمد لله هالسنة الاسعار في بيروت خاصة اسعار التذاكر والفنادق اسعار متميزة. يعني لاول مرة توصل الاسعار في لبنان يعني خصومات توصل من 30% إلى 50% للسواح الخليجيين في معظم الفنادق في بيروت. نعم. فاحنا يعني نشدد، بما ان تلفزيون المستقبل من تلفزيونات المشاهد كثير في منطقة الشرق الاوسط وخاصة في الخليج، نحب نطمن الناس ان
بيروت يعني مشتاق حق السواح الخليجيين. نعم. وانا يعني شهادتي فيها مجروحه لان انا احب لبنان، يعني واحنا بتزور لبنان كل سنه استاذ خلف؟ يعني انا عايش في لبنان. عايش يعني مش عايش يعني بقول لك مثل ما قلت لك قبل ما قبل ان هيدي بلدي الثاني. طيب بما انه حضرتك باجواء السياحه واجواء العطلات بالخطوط الجويه الكويتيه مسؤول عن هالموضوع هيدا، وين التوجهات السياح السنه للبنان؟ لاي اماكن؟ لاي مطارح؟ شو اختياراتهم عم بتكون في بالنسبه أحسن. للسائح الخليجي السواح الخليجيين يحبون السفر. نعم. طبعا التوجه في اماكن نسميها اعتياديه وفي اماكن يعني غير اعتياديه، مثل الاعتياديه ان السواح الخليجيين بيحبون الدول العربيه اللي هي مجمل، لما نقول دبي، لما نقول مصر، لما نقول بيروت. طبعا بس بكثافه هالسنه في خطوط جديده اللي هي مثل سراييفو البوسنة. نعم. نعم. البوسنة بدت بالفترة الأخيرة يعني عليها إقبال كثيف. نعم. خاصة أنها إسلامية وتوفر الأكل الإسلامي وتوفر يعني ويحبوها، لأن السائح العربي بيحب البوسنة كشعب طيب يعني يحب الخليجيين. وكله موجود باللبنان اللي عم تحكي عنه بكل الدول موجود. لبنان احنا نتوقع مثل ما قلت لك نتوقع السنة لبنان يكون عليها سياحة قوية. نعم. بس عم بحكي الأماكن، هل هناك أحصاء لأماكن زيارة السياح الكويتيين والخليج للبنان؟ أي أماكن؟ أماكن أثرية؟ أماكن سياحية؟ خليني أقول لك شيء، عادة اللي يجي لبنان من الكويت أكثر من 120,000 سائح. نعم. في الظروف اللي تكون لما يكون في هدوء. والكويتيين مثل ما قلت لك هم يملكون، عندهم في نسبه كبيره منهم عندهم بيوت في لبنان، والرقم المتوقع انه يرتفع ويزيد. بس الفتره الاخيره يعني بعد ما اللي حصل بالصيف اللي فات اثر على الارقام وخلى الناس يعني شويه تكون متخوفه انها تجي. بس الحمد لله بعد الهدوء اللي رجع الحين حاليا في لبنان، واحنا يعني مثل ما قلت لك احنا شعب نحب ندعم الشعب اللبناني، والشعب اللبناني يعتبر صديق للشعب الكويتي. صحيح. وعلاقات يعني من مثل ما قلت لك متميزه، واحنا الحمد لله عندنا يعني مجلس اداره جديد، اول شيء زاروا بيروت والتقوا في مجلس إدارة الميدل إيست لبحث إمكانية التعاون، وإحنا بناء على تعليمات من الأخ رئيس مجلس الإدارة في تعاون راح يكون مكثف في الفترة القادمة مع الأخوة في طيران الشرق الأوسط أن نعمل اتفاقيات لتشجيع السياحة للبنان. نعم. سيد خلف عم تحكي عن 120,000 سائح كويتي او خليجي عم كويتي بيزور اكثر من 120,000 بيزور بيروت. بيزور بيروت، وهي الصيفيه رح نوصل لهالرقم؟ صار في حجوزات ما يقارب هالرقم؟ ان شاء الله نعيد هالرقم، هذا الرقم كان بالسابق. نعم. فان شاء الله يعني نرجع للارقام القديمه اللي هي قلت لك هي اكثر من 120,000. ودوله الكويت تعتبر هي كنسبه، يعني احنا عدد سكاننا صغير بس. نعم. كنسبه تعتبر هي الاولى في السياحة إلى لبنان. عدد سكان ما يقارب 800,000. الكويت 1.1. ككويتيين. فلما يكون أكثر، لما يكون أكثر من 120,000 يزوروا بيروت يعني نسبة كتير كبيرة. يعني بين لك أن الكويتيين يحبون لبنان. نعم. طيب كخطوط جوية كويتية أنت بتنطلوا مش بس من الكويت إنما من كافة دول الخليج ودول عربية، هل في إحصاءات بتدل كمان على حجوزات من كافة الدول العربية؟ شوف أنا الخليج؟ طبعا إحنا قريبا راح نكون يعني بعد فترة قريبة راح يكون في معرض الملتقى في دبي اللي هو أكبر معرض تسويقي للسياحة في الشرق الأوسط. نتوقع فيها المعرض هذا أنه يكون في دعم لترويج السياحة للبنان. حيكون في دعم خاصة أن أنا من العلاقات اللي أعرفهم من الأشخاص مجموعة كبيرة من الفنادق وشركات السياحة في بيروت راح يكونون في معرض السياحة في دبي. نعم. لتسويق لبنان، ومثل ما قلت لك ان الاجواء الحين هادئه بلبنان. نعم. والامور طيبه، فالناس الحين يعني انا اكد لك شيء واحد، انا كل ما انزل كلمه بتويتر عن بيروت يرجع لي ناس كثير ويقول نعم
طمنا على بيروت، شلون بيروت، شو الاوضاع بيروت. فهذا يبين لك سبب ان الكويتيين والخليجيين يحبون لبنان بالخطوط الجويه. بعدين انا بدي اقول لك شيء، يعني لبنان احنا نقول بالسياحه سوت اول كاتيجوريز، معناتها شنو؟ يعني اللي يبي مثلا 5 نجوم موجود، اللي يبي 4 نجوم موجود، اللي يبي 3 نجوم موجود. يعني لبنان فيها كل شيء، في عروضات خاصه من الخطوط الجويه الكويتيه. احنا دائما نعطي عروض خاصه الى بيروت، يعني وبالتعاون مع مجموعه كبيره من الفنادق في لبنان. نعم، خصوماتنا توصل اكثر من 30%، أكثر من 30%، ومن ضمنها بيكون باكج كامل اللي هو تكت الطيارة مع الإقامة مع التنقلات إلى بيروت إلى جونيا، المناطق السياحية عادة في لبنان. نعم، في تركيز على منطقة أكثر من منطقة لحد هلأ بالحجوزات؟ والله شوف، الكويتيين بيحبون كل لبنان. نعم، بس غالبية يعني بالشتاء بيكون التركيز على بيروت. نعم، بالصيف بيكون التركيز أغلبه على الجبل، المناطق الجبلية، بحمدون، علي، صوفر، برمانة. احنا نعتبر هاي بحمدون يعني بلدنا. نعم نعم، كل لبنان بلدكم، يعني حبيب. نحن بنرحب بأهل الكويت وأهل الخليج كلهم، إن شاء الله الصيفية تكون السنة عمرانة ويكون مثل ما قلنا أمل جديد مع ولادة وزارة جديدة كمان بلبنان، وتكون السياحة اللي هي أساس مواردنا الاقتصادية وهي مواد أولية تعتبر لموادنا الاقتصادية. قبل أن أختم أحب أوصل رسالة من أخواني بالكويت إلى أخواننا في لبنان، أن الشعوب الخليجية وخاصة الكويت يحبون هالبلد، وإن شاء الله يديم الاستقرار على هالبلد، لأن هذه تعتبر يعني أنا شخص خبير في مجال السياحة وعشت في أكثر من دولة، أجمل من هالبلد صدقني ماكو. تسلم، يعني بكلمك بصراحة، من محبتك. يعني أنا يعني عشت واشتغلت في أوروبا، اشتغلت في أمريكا، اشتغلت في أماكن كثيرة. هالبلد هذه يعني بلد جميل وشعب طيب، والخليجيين بحبوها كثير، والدول العربية كلها بتحبها. بسطنا باللي عم نسمعه من حضرتك استاذ خلاف المانع. منذكر انه حضرتك مدير مكتب العطلات في الخطوط الجوية الكويتية، ومنبشر خير مثل ما ذكر استاذ خلاف السنة لصيف 2013 بلبنان انه عدد السياح بيكون عالي جدا، مناطق جبلية وحتى مدينة بيروت رح بتكون بتعج بالسياح. هذا بالنسبة للدول العربية، وطبعا رح يكون في من مختلف انحاء العالم. ندعيكم لصيفية غير شكل، الامان الحمد لله بألف خير، وهيدي بشهادة كتار من المقيمين على العطلات السياحية بلبنان. شكرا لك، منذكر أن حضرتك كويتي أستاذ خلاف المانع. لكل المشاهدين وقفة بسيطة وبعدها بنعود للمتابعة نحن وإياكم مع ورشة ملاح، ولكن قبل بحب لكم نذكركم بالتصويت على يوتيوب يلي هو آخر يوم لتصويت اليوم مع جون للإعلان القديم المفضل عندكم. اليوم آخر يوم للتصويت على الإيميل، بتشوفوا طبعا على الشاشة بتشوفوا الإيميل يلي قدامكم. وكمان منذكركم أنه تصوتوا للزميل عامر طبش لبست ميديا بيرسوناليتي sma.beirut.com، هو الويب سايت اللي بتفتحوه لتصوتوا لعامر طبش على بست ميديا بيرسوناليتي. ومذكر كمان بالنسبة للساين اللي معنا اليوم، ساين هو أبيض من الداخل ودويرة حمراء، بالنسبة لحملتنا للتوعية لمرور طبعا لإشارات المرور. هالساين شايفينه قدامكم هو لا للدخول من أي مطرح أو من أي، يعني لا ذهابا ولا إيابا للآليات، ولكن اليوم نحن قصدنا بتنذكر ما تنعاد نعم للسلام، حطينا وور بقلبها أنه ممنوع دخول الحرب من أي جهة لبنان، إما للدخول للسلام ولا السياحة بسنة 2013 وما فوق. وقفة بسيطة وبعدها نعود للمتابعة مع الشيف إلي، خليكم معنا.